أصبحت ربة منزل باكستانية لا تحسن القراءة والكتابة مع أنها متزوجة من مدير مدرسة، أول امرأة يسمح لها بالترشح للانتخابات القادمة في القطاع القبلي الذي ينشط فيه تمرد طالبان. وقد لا يكون لمدام زاري فرصة كبيرة للفوز، ولكن حماستها تسجل كخطوة نحو تحرر النساء في واحدة من أكثر المناطق الباكستانية المحافظة، حيث تعيش النساء في عزلة، بل قلة منهن يشاركن في التصويت في الانتخابات. شغفي هو تثقيف الجيل القادم من بنات ونساء وخدمتهن. فقد سجلت زاري ترشيحها وأبلغها مسؤول لجنة الانتخابات قبول الترشح، والقانون الباكستاني لا يمنع الأميين وغير المتعلمين من الترشح للانتخابات البرلمانية، وزاري أول امرأة تترشح عن القطاع القبلي في انتخابات برلمانية، لكن تم انتخاب سيدتين من القبائل في ولاية بشلشتان الجنوبية الغربية في العامين 2002 و2008. والسيدة الأولى هي زبيدة جلال، عينت وزيرة للتعليم في عهد الرئيس العسكري لباكستان بوريز مشرف. نصبت اليابان صواريخ باتريوت في قلب العاصمة طوكيو للتصدي لأي صاروخ قد تطلقه كوريا الشمالية التي هددت بضرب القواعد الأمريكية في أراضيها، رداً على مناورات عسكرية أجرتها الأخيرة مع كوريا الجنوبية. وأعلن وزير الدفاع الياباني نصب بطاريات اعتراض في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، وأوضح أن أوكيناوا هي المكان الأنسب للرد على أي عمل طارئ، مضيفاً أن صواريخ باتريوت نشرت في هذه الجزيرة بشكل دائم. وهددت بيونغ يانغ بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، وللرد على الطلعات التدريبية التي تقوم بها القاذفات الأمريكية بإثنان الاستراتيجيات النووية فوق كوريا الجنوبية في إطار مناورات عسكرية مشتركة بين الجانبين. وصعدت كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة خطابها العدائي رداً على رزمة عقوبات جديدة فرضتها عليها الأمم المتحدة بعد تجربتها النووية الأخيرة في بداية شهر فيفري الماضي.